القاهره الاولى اللي كان مركزها حي الازهر ضد نابليون. وزي ما احنا عارفين الثوره ليها مجموعه من الاسباب منها فرض الضرائب الباهظه، وده ما حصلش الا بعد معركه ابيقيل البحريه. لان احنا لو عايزين نفهم هو نابليون ايه اللي لجا الى الضرائب وتفتيش البيوت وهدم ابواب الحارات؟ طبعا السبب الرئيسي هو ان المورد اللي كان بيجي له من فرنسا وقف، وده طبعا بسبب تدمير الاسطول الفرنسي في معركه ابيقير البحريه اللي كان عليها القائد نيلسون زي ما وضحنا في الفقره اللي فاتت. انا يهمني دلوقتي يا جماعه من خلال المراجعه ان احنا نحول كل الاجزاء اللي احنا بنراجعها لاسئله واجوبه. يعني مثلا على سبيل المثال اسالني على اسباب ثوره القاهره الاولى، النتائج المترتبه على ثوره القاهره الاولى، ودلوقتي تعالى بقى نشوف المشهد الجديد اللي هي بعد ثوره القاهره الاولى. يعني من ضمن المشاهد اللي معايا في مراجعه الفصل الاول الحمله الفرنسيه مشهد حمله نابليون على الشام. مشهد حمله نابليون على الشام، زي ما احنا شايفين نابليون علشان يطلع بحملته على الشام ليه سبب. طبعا السبب معايا هو ان نابليون عرف ان في تحالف تم ما بين الدوله العثمانيه وروسيا وانجلترا لاخراجه من مصر. هو طبعا قاعد اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيه، وخرج بالفعل واول بلد عدى عليها هي يافا، ثم طرح معظم اهلها في مذبحه يافا البشريه، ثم انتقلنا الى بلد اسمها عكا. نابليون يا جماعه بيفشل في دخول عكا. طبعا انا عندي سؤال برضه بيقول بما تفسر فشل نابليون في دخول عكا؟ طبعا السبب الرئيسي في فشل نابليون هو ان نابليون وقف قدام قائد شرس عكا، وده كان من الاسباب الرئيسيه في فشل نابليون في دخول عكا، اللي هو قوه قائدها احمد باشا الجزار، طبعا بالاضافه لمساله اهلها وشجاعتهم، بالاضافه كمان لان بريطانيا كانت بتمد اهل عكا بالمؤن والذخيره. طبعا زي ما احنا فاهمين ان بريطانيا عمرها يعني ما هتعمل كده حكما في اهل عكا، ولكن عندا في نابليون وعندا في الحمله الفرنسيه، كل اللي اقدر اقوله ان الحمله فشلت. وعاد نابليون. اثناء عوده نابليون من الشام جت له اخبار ان هو لازم يعود الى فرنسا. سؤال اكتب معايا بما تفسر عوده نابليون الى فرنسا سرا. جت له اخبار من ان هو لازم يعود الى فرنسا بسبب انباء عن حدوث صدمات ما بين انجلترا ما بين فرنسا وما بين النمسا. عاد نابليون سرا، حتى كان في طالب بيسالني في مره في حصه بيقول لي هو ازاي نابليون رجع على فرنسا والاسطول اصلا كان متدمر؟ حتى انا رديت عليه بس هي طبعا الاجابه كانت بره المنهج. نابليون اتخفى في ملابس صيادين وعاد الى فرنسا وتخفي، ان هو طبعا ما كانش في اسطول يرجع فيه. دي كانت حته كده يعني ايه بره الدرس. نرجع تاني ونعرف ان نابليون دور معايا انتهى في الفصل، ودلوقتي الدور على القائد الجديد، القائد كليبر. وكليبر يا سندات ده من الشخصيات اللي كان ضد وجود فرنسا في مصر تماما. هو انسان ذكي، هو قعد كده مع نفسه بص لا استحاله بقاء الحمله في مصر. السؤال بقى فين السؤال؟ بما تفسر استحاله بقاء الحمله في مصر؟ يعني بالبلد هو ليه كليبر شايف ان وجود الحمله في مصر اصبح مستحيل؟ هو راجل بيفكر، هو بص لقى الدوله العثمانيه قدامه وثورات المصريين ضده والانجليز على يمينه والدوله العثمانيه على شماله، فبالتالي هو بقى محاط بالمخاطر وما يقدرش يواجه كل الاخطار دي في وقت واحد. فكان الطبيعي ان هو يقرر الرحيل. عشان يمشي لازم يقعد مع الدوله العثمانيه. شكل القعده دي اسمها ايه؟ اسمها اتفاقيه العريش 1800. بنفس المشهد اللي احنا كليبر قاعد هنا، ممثل الدوله العثمانيه قاعد هنا، الدوله العثمانيه بتكلم كليبر هتمشي؟ قال لها همشي بس على رفقه الدوله العثمانيه، فلوس مفيش اسطول، هم ظروفهم زي الزفت. وافقت الدوله العثمانيه والاتفاقيه خلاص كانت ماشيه زي الفل، لولا مين رزع الباب ودخل؟ تخيل معايا المشهد، انجلترا اللي كانت سبب في فشل اتفاقيه العريش. ليه؟ لان انجلترا صممت ان يعود كليبر الى بلاده كاسير حرب. وده سؤال احنا يا جماعه بنشرح او طريقه مراجعتنا بالشكل ده، احنا بنقول المعلومه ونفهمها ونحكيها قصه وحدوته، بعد كده نحولها لسؤال، بعد كده هنطبق اللي هو يقول لي بما يفسر فشل اتفاقيه العريش بسبب الصراع
وافقت الدكتوره على اتفاقيه العريش، ده رحله الحمله الفرنسيه. ما كانتش حصل ثوره القاهره التانيه، لان انا النهارده هيحصل معايا ثوره القاهره التانيه دي ضد كليبر. الكليبر طبعا هيتعامل فيها وهيدمر فيها حي الولاد ويعدل فيها عدد كبير جدا من المشايخ وعلماء الازهر، زي كليبر ما عمل في حي الازهر، كليبر هيعمل في حي الولاد. وهنا يجي معايا بطل من ابطال الحمله، بطل من ابطال فصل الحمله الفرنسيه، هو الشاب السوري سليمان الحلبي اللي هيقوم يا سنه ثالثه بقتل كليبر، وكده تاني شخصيه تختفي معايا نابليون وكليبر. ويجي الدور على القائد مينو. مينو ده كان عكس كليبر تماما، لان كليبر كان يرى استحاله البقاء، انما مينو كان عايز يقعد، والدليل انه قعد بالفعل وحول مصر لمستعمره فرنسيه، وكان كل الانجازات اللي لها علاقه بالزراعه والصناعه والتجاره والرحلات الى سنان ودارفور ومعظم المشاريع العلميه تمت في عهد مينو. ولكن ياتي عام 1801 العام اللي رحلت فيه الحمله الفرنسيه عن مصر في عهد اخر حكام الحمله الفرنسيه في مصر، هو قائد مينو. وطبعا يا جماعه مش هيبقى بقينا في مراجعه الفصل الاول غير الدواوين اللي عملتها الحمله الفرنسيه، النتائج العلميه والنتائج السياسيه، النتائج الاقتصاديه في الزراعه والصناعه والتجاره، والنتائج السياسيه من خلال الدواوين اللي عملتها الحمله الفرنسيه زي ديوان القاهره وديوان الاقاليم، وزي الديوان العام اللي راسه الشيخ عبد الله الشهير. من اعظم ما تركته لنا الحمله الفرنسيه هي الانجازات العلميه. الحمله الفرنسيه لها فضل على معرفه التاريخ الفرعوني القديم، وده ممكن يا سنه ثالثه يجي في سؤال اسمه ما العلاقه؟ ما العلاقه بين الحمله الفرنسيه ومعرفه التاريخ الفرعوني؟ يبقى اقول له اكتشاف حجر رشيد وفك رموزه على يد العالم الفرنسي شامبليون، لان لولا شامبليون ولولا الفرنسيين ما كناش عرفنا تاريخ مصر الفرعوني، اللي التاريخ كله كان منسجل على الحجر باربع لغات: الهيروغليفيه والهيروغليفيه والديموطيقيه والقبطيه. عايزين نستعرض مع بعض واحنا بنراجع الحمله الفرنسيه ومراجعه شامله على الحمله الفرنسيه اهم الاسئله اللي ممكن تجي لي على الفصل واللي جاب بالفعل البوكليتات. طبعا لو حبينا نستعرض كده مع بعض، وطبعا يا جماعه الشتات ومعظم الحاجات اللي بتتضمن كل ما له علاقه بالحمله الفرنسيه احنا نقدر الملفات كلها توصل لكم ملفات بي دي اف عشان الناس تبقى معايا صفحه صفحه وكلمه كلمه. اولا ده شكل البوكليت، وده بوكليت شامل على كل ما له علاقه بالحمله الفرنسيه. هنستعرض منه كده برضو كام سؤال بالاضافه الى نستعرض مع بعض الشخصيات اللي جت معايا في الحمله الفرنسيه: علي بيك كبير، محمد بيك ابو الذهب، نابليون بونابرت، محمد قرين، مراد بيك وابراهيم بيك ونيلسون واحمد باشا الجزار وكليبر ومينو وعبد الله الشرقاوي اللي هو رئيس الديوان العام اللي انشاه نابليون. وطبعا ما ينفعش ما نتكلمش على شامبليون اللي هو كان صاحب الفضل في فك رموز، صاحب الفضل في فك رموز الحجر الرشيد. من الدواوين اللي انشاها نابليون لازم نراجعها زي ديوان القاهره كان بيتكون من 9 اعضاء، وديوان الاقاليم والديوان العام اللي كان برئاسه عبد الله الشرقاوي. في اسئله كتير ممكن تجي في بوكلت مش مباشر، وده اللي انا لازم دايما ابقى مستعد له، واللي انا دايما ابقى مجهز نفسي ان التعامل مع البوكلت في ماده التاريخ اللي بيتكون من 40 سؤال لازم ابقى عارف ان مش كل حاجه هتجيلي مباشره. يعني مثلا على سبيل المثال سؤال انا بعتبره من الاسئله الجميله جدا واللذيذه، السؤال بتاع التضامن العربي. يعني ايه مستر التضامن العربي؟ ايه اشكال التضامن العربي في الحمله الفرنسيه؟ اعتقد ان السؤال زي ده لو كان معظم الطلبه ممكن تستغربه او تقول ايه ده بره المنهج خالص. انا عندي شكلين للتضامن العربي. مره لما كنا بنتكلم على مقاومه اهل الصعيد، وهنعرف ان من اسباب فشل الحمله الفرنسيه في مقاومه الصعيد هو ان في قوات من الجزيره العربيه من السعوديه يعني النهارده قدرت ان هي تساعد اهل الصعيد، ده تضامن عربي. شاب زي الشاب السوري سليمان الحلبي، كون ان هو يقوم بقتل كليبر ده برضه كان شكل من اشكال التضامن العربي، لان هو في الاساس هو مش مصري، ده شاب سوري. ده مثلا ايه؟ سؤال. عندي برضه من اشهر الاسئله اللي هو السؤال بتاع فشل نابليون
لمقاومه الصعيد. طبعا نظرا لطول الوادي وتعاون بعض القوات المماليك مع اهل الصعيد ووصول قوات من الجزيره العربيه. ما ينفعش نراجع الفصل الاول من غير ما نهتم نعمل سبوت لايت على اهم نقطه وبتيجي كتير جت في ازمه، لان كل سؤال هنا يا جماعه في الشتاء هتلاقي فيه السؤال جه في السنين ايه؟ يعني السؤال ده جه في 99 دور تاني و2006 ودور اول 2010 اللي هو مقارنه ما بين القضاء ايام نابليون وايام مين؟ قال لك ان نابليون لما رجع من الشام شال القضاه الاتراك وحط بدلهم القضاه المصريين، بالاضافه ان هو حدد رسوم التقاضي 2%، ده بالنسبه لنابليون. اما مينو لقى مبدا الديه، والناس اللي كانت بتقعد تسال يعني ايه مبدا الديه؟ مش شرط كل حاجه نسال فيها لازم تكون بتجيبنا في الامتحان يعني، مفيش مانع الواحد يبقى عنده شويه معلومات يعني برضه تخدم على الدرس، تخلي الدرس ابسط. مبلغ من المال بيدفعه اي شخص قتل حد بالخطأ، واحد ماشي بعربيته وخبط واحد قتله فبيدفع له مبلغ من المال لاهل القتيل. طبعا ده غير القتل العمد يعني. انجازات الحمله في المجال العلمي، طبعا اتكلمنا على حضر رشيد واتكلمنا على كمان حمله نابليون على الشام، وعرفنا ان من اسباب حمله الشام التحالف اللي تم ما بين انجلترا وروسيا والدوله العثمانيه. برضه كان عندي في الفصل الاول الجزء بتاع نظام الالتزام وحق الانتفاع، وده لو جاء لي بما تفسر تطور الزراعة في عهد الدولة العثمانية قبل مجيء الحملة الفرنسية، أو عين الفلاح من نظام الالتزام، أو ما النتائج المترتبة على تطبيق نظام الالتزام، أو سؤال وجه النقد لنظام الالتزام. طبعا أنا عندي حق الانتفاع اللي هو نظام ملكية الأرض، إن الأرض ملك للدولة. الدفاع يعني كل الأرض مفيش حد عنده أرض ملك، كأن أنا عندي محل بس مش ملك، أنا شغال في كده بدفع إيجار أو شغال على تاكس فبدفع له إيجار لكن هو مش بتاعي، بدفع بس من وراه. طبعا في فرق كبير لما الأرض تبقى بتاعتي أو إن أنا أكون مأجرة، أكيد درجة اهتمامي هتبقى أعلى. عندي برضو عيوب نظام الالتزام، إن الفلاحين عانوا حالة قسوة شديدة من سيطرة مين؟ الملتزمين. عايزين برضو نفتكر مع بعض معظم المعارك والثورات اللي كانت في درس الحملة الفرنسية، زي ما احنا استعرضنا كده الشخصيات، كان معايا طبعا معركة شبرخيت، كان معايا معركة إمبابة اللي بعد كده نابليون دخل وراها القاهرة، عندي ثورة القاهرة الأولى، عندي ثورة القاهرة الثانية، عندي حملة الشام. اتكلمنا على حق الانتفاع ونظام الالتزام، اتكلمنا على أعمال الحملة الفرنسية، اتكلمنا على أهم نقطة العلاقة بين الثورة الفرنسية والحملة الفرنسية. ثورة هي اللي جابت الحمل، وسبب الحملة هو الثورة، نقولها تاني وتالت ورابع وعاشر. الثورة عندما قامت الثورة الفرنسية في فرنسا حولت نظام الحكم من ملكي لجمهوري، وده أزعج كل ملوك مين؟ أوروبا، وعلى رأسهم مين؟ إنجلترا، لأن هم خافوا إن أسرار الثورة أو مبادئ الثورة تتسرب، لأن كلهم كانوا خايفين على إيه؟ أيوه برافو، سمع عروشين. وبالتالي بقى في عداء ما بين كل دول اوروبا ضد فرنسا، مين اللي تتعب كل دول اوروبا؟ برافو انجلترا، ففي عداء ما بين انجلترا وفرنسا، فرنسا ما تقدرش تضرب انجلترا في عكر ضرب. سؤال بقى، لو كانت فرنسا عندها القدره انها تضرب انجلترا في عكر ضربها، ما كانتش حصلت الحمله الفرنسيه، لان الحمله الفرنسيه اصلا جزء من الصراع ما بين انجلترا وفرنسا، وبناء عليه كانت الحمله. عشان تقطع الطريق الذي يصل ما بين واحد يقول لي طب ما هي فرنسا لما تحتل مصر ده هيضرب انجلترا في ايه؟ طبعا يضربها، ما انجلترا عشان تروح مستعمراتها في الهند لازم تعدي منين؟ لازم تعدي من على مصر، ففرنسا تحتل مصر عشان تضرب انجلترا في ان هي تقطع الطريق الذي يصل ما بين انجلترا ومستعمراتها في الهند. وشوف الجغرافيا لعبت دور، الشخصيات معايا لعبت دور، الاسئله 40 سؤال على الحملة الفرنسية موجودين في البوكلت ده كلهم من اختبارات الأعوام السابقة. نحل مع بعض كام سؤال، نبتدي بسؤال خفيف لما يقول لي مثلا النتائج المترتبة من الناحية العلمية، يبقى في اللحظة دي أقول له حضر رشيد والمجمع العلمي ومشروع توصيل البحرين الأحمر والمتوسط. سؤال تاني لما يقول لي أي صحة العبارة، أنا عندي عفوا عندي أي صحة أو خطأ العبارة، وعندي أي صحة العبارة، صحة خطأ أو خطأ العبارة، العبارة ممكن تحتمل صح وقول صح ليه ولو غلط أصور، إن هو بيقول لي أي صحة العبارة، اختلف موقف المماليك
من نابليون لكليبر بنفس النص، واختلف موقف المماليك من الحمله في عهد كل من نابليون وكليبر. طبعا نابليون عرض على، طبعا انا نرسم بين المماليك عايز على المربيك، لان المربي اتعرض عليه نفس العرض مره من نابليون ومره من كليبر. ايه هو العرض؟ ان يحكم الصعيد تحت اشراف الحمله الفرنسيه. ايام نابليون وافق، اقول له عندما عرض نابليون على مربيك حكم الصعيد تحت اشرافه رفض. بينما عندما عرض عليه كليبر حكم الصعيد تحت اشراف الحمله الفرنسيه وافق. دي الاجابه المنزليه. الطالب اللي بيجيب 60 من 60 مش اللي بيجاوب البوكل كله صحيح. انا ممكن ابقى مجاوب البوكل كله صحيح واجيب 58 و57 و55. اللي بيجيب 60 من 60 صاحب الاجابات النموذجيه، وهو ده التارجت بتاعنا، وهو ده الهدف بتاعنا. طموحك لازم يكون ال 60، حتى لو انت ما عندكش يقين ان انت تجيبهم، خلي ده التارجت بتاعك، هدفك. صوب سهمك الى السماء فلربما يصل المأذنه. مستقبلك كله بإيد الله سبحانه وتعالى طبعا، وبعد كده في الشهرين اللي جايين، شهر 4 وشهر 5. مذاكرة موت. سؤال ماذا يحدث؟ بنتعامل معاه ازاي؟ بنجاوبه على انه ما النتائج ورد العكس، يعني مثلا هو بيقول لي ايه؟ ماذا يحدث لو تحقق اتفاق العريش بين كليبر والعثمانيين؟ طب اقول له حصل ان الاتفاق فشل وكليبر ما راحش، يبقى لو كان الاتفاق تم لعاد كليبر الى ايه؟ بلاد. ولم تحدث ثوره القاهره كامل الثانيه. اول المعارك اللي دارت ما بين الفرنسيين والمماليك كانت معركه ايه؟ شبرخيط. عندي اسئله اسمها اسئله مستوى التفكير العليا، زي ما يقول لي من وجهه نظرك هل استفاد المصريين من وجود الدواوين؟ طبعا، لان هم علموهم فكره المشقه في الحكم، وتمسك المصريين باختيار حكمهم بعد خروج الحمله الفرنسيه. السؤال هو ماذا يحدث اذا تحقق اتفاق العريش لرحلات الحمله الفرنسيه حسب بنود الاتفاق على نفقه الدوله العثمانيه ولم تتجدد المعارك؟ كل الاسئله دي يا جماعه جت في السنين اللي فاتت، احنا مش جايبين حاجه من عندنا، جبنا كل بوكليتات السنين اللي فاتت وقعدنا نطلع منها، ايش 2016 و18 و17 ما خليناش، والاسئله كلها جمعناها هنا. ممكن على فكره يعني اللعبه لعبه اسئله، يعني بص سنه ثالثه انت ممكن اديك سؤال، بص ركز بس معايا، سؤال 2 3 4 5 6 7 واجابتهم واحده. اما يقول لي ما العلاقه بين الثوره الفرنسيه والحمله الفرنسيه؟ وما العلاقه بين الاوضاع السياسيه في اوروبا في القرن ال 18 وبنين الحمله الفرنسيه؟ وده اللي تحول التنافس بين انجلترا وفرنسا الى مصر، كل ده هقول له العلاقه ما بين الثوره الفرنسيه والحمله الفرنسيه. ركز. عندي برضو لما اجي اجمع كل الناس اللي حاربت الفرنسيين في جدول، يجي يقول لي وضح دور المصريين، وضح دور الاتراك، وضح دور المماليك، المصريين عملوا ايه في مواجهه الحمله الفرنسيه؟ يبقى المقاومه في اسكندريه وفي الصعيد وثوره القاهره الاولى والثانيه. طب الاتراك لما تحالفوا مع انجلترا وروسيا وتوقيع معاهده العريش، المماليك هم معركتين، شبرخيط وامبابه، مربي وابراهيم بيك. اما الانجليز كلنا عارفين معركه ابي قير البحرين ما بين الدستور الانجليزي ضد الدستور الفرنسي. في سؤال برضه اسمه هنتدرب عليه، اللي هو اوجه الشبه والاختلاف وما العلاقه؟ لما يقول لي ما اوجه الشبه والاختلاف بين محمد ابو الدهب واحمد بشر كزار، اوجه الشبه ان الاثنين حافظوا على وجود العثماني في بلاد الشام، سؤال في الكون. انما اوجه الاختلاف ان محمد ابو الدهب اتفق مع السلطان، انما احمد بشر كزار اتفق مع الانجليز. ده اسمه سؤال اوجه الشبه واوجه الاختلاف. في سؤال هنتدرب عليه اسمه ما العلاقه؟ زي ما العلاقه بين معركه ابي قير البحريه ورا وقلم يا جماعه، وفشل نابليون في اقتحامك لان حصار الاسطول الانجليزي لشواطئ مصر والسيطره على البحر المتوسط هو ده اللي مكن الانجليز ان هم يساعدوا اهل عكا ضد نابليون، لان لو نابليون كان معاه الاسطول كان الوضع ايه؟ كان الوضع اختلف. لكان الوضع ايه يا جماعه؟ اختلف. صور المقاومه في اسكندريه بمحمد قريب، مماليك يبقى شبرخيط ايه؟ وامبابه. ولو سالنا على اسم المعركه اللي بعد منها نابليون دخل القاهره تبقى معركه امبابه. ايه اللي يحصل لو ما كانتش قامت الثوره الفرنسيه؟ نتحولت اوروبا، لو ايه اللي يحصل لو كانت سوريا الدول الاوروبيه ايدت الثوره الفرنسيه؟ نتحولت اوروبا للنظام الملكي، ولم تقع الحروب الاوروبيه ضد الثوره الفرنسيه، تسربت مبادئ الثوره الفرنسيه، لم تاتي الحمله الفرنسيه على مصر. يعني مش عارف يعني ما قلنا كل حاجه.
الفرنسيه، ولسه هتقول تاني في فيديوهات تاني وتالت ورابع مش هتبطل. انت قاعد في البيت وانا قاعد هنا معاك. احنا في مدارس فيوتشر دايرين مع الطلبه في كل المراحل، واي حد مش فاهم اي حاجه يقدر يبعت كومنت، يقدر يبعت في مسج اللي هو مش فاهم. هنعمل فيديوهات تاني وتالت ورابع نحل فيها بوكيتات. الناس اللي عايزه الشتات، عايزه البوكيتات، عايزه البوسترات، عايزه الفيديوهات، تقدر تتواصل معانا، واللي هي عايزاه تقدر تحصل عليه. كان معكم عصام ابو مازن مدرس التاريخ للثانويه العامه. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. عايزين نشترك في القناه ونفعل الجرس، وان شاء الله احنا مع بعض فيديوهات تانيه. تابعونا على قناه FBS، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.